ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਅਦਾ? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਬੈਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਕਦਮੇ ਕੋ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੁਸ ਦਿਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਮਦੀਨੇ ਚ ਸਾਹਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਲਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲਬੈਕ 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 ਲਬੈਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
कबर तो फिर जो फरिश्ते पूछे ना तो कहो इन्हों के बारे गल कर रहे हो, मैं तो लब्बैक कहंदा कहंदा दुनिया तो आया। तो जे ना अज गद्दारी की उन्होंने लग पते जान गए कदर यूसुफ का मालम होया और भाइयों मिसर गया कदर नबी का मालम हो सी कबर। आज हुजूर नाल वफा करो, आज ले इनकी पनाह। अनिल हसन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा काल साल तुखाली हिंद अपना भी हाला वकान वसाफन عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ناشتا يصف لي من شيء نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجو تلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أو زنيه إذ هو ووفره وأظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القرادي انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشهر الزراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو انهم الماء اذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ ملك السلام يا نبي لاؤ جی ایدہ ترجمہ تھوڑا جا پیر میرے علی شاہ صاحب کیتا اتیف سرا من طلاته وشزو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیا فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جت نوکم یادے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچ آکھاں دے رب دی شانا کھان جس شان تو شانا سب بڑیاں حضرت صاحب لکھا رو پہلا اینا دے مریدین آگئے قبلہ پیر صاحب آ گئے ساڑے ذمہ دار جامی صاحب ہے سارے لبیک والے عہدیدار آ گئے میں کتا پاک رسول اللہ دا آ گیا تسی آ گئے اے ساری محنت دا مقصد کے وے جی کوٹ میٹر شریف والے پیر صاحب آ گئے اے سارے اے ساری محنت دا مقصد کے وے اے حصورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹی تھی سن بس اتنی بات اتنی بات او شیرو حضور